شهر محرم فيه يوم عاشوراء، مش كده؟ انا كذلك شويه كلام كده على شهر، على يوم عاشوراء، نعرف الكلام ده علشان نعرف ايه نتكلم مع اصحابنا. هو يوم العاشر من محرم، اول شهور التقويم الهجري، صح؟ فضله صيام يوم عاشوراء يكفر السنه الماضيه. ده من صيام ايه؟ نوع الصيام في عاشوراء، صيام الايه يا اولاد؟ من صيام الايه؟ المفروض ولا المسنون ولا المكروه ولا المحرم؟ من الصيام المسنون، زي صيام يوم عرفه، زي صيام اثنين وخميس، زي صيام 13 14 15 من كل شهر عربي لايام البيض، زي صيام السته من شوال، صح يا اولاد؟ او صيام يوم عاشوراء من صيام المسنون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء ويامر اصحابه بصيامه. صيام يا اولاد، صيام رمضان اتفرض امتى؟ في العام الثاني من الهجره. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنه في مكه ما فيش صيام رمضان، وسنتين في المدينه. طيب في خلال 13 سنه والسنتين دول ما كانش في صيام خالص يا دكتوره فوزان؟ لا، كانوا بيصوموا يوم عاشوراء، كانوا بيصوموا يوم عاشوراء. وعشان كده بيقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصوم عاشوراء ويامر اصحابه بصيامه حتى فرض صيام رمضان في العام الثاني من الهجره، فاصبح صيام يوم عاشوراء من الصيام المسنون. ولما اتفرض في صيام رمضان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه اللي عاوز الفرض عليكم صيام رمضان عاشوراء، اللي عاوز يصومه خير وبركه، اللي مش عاوز ايه؟ خلاص ما يصومش. خلاص؟ في اختلاف بين العلماء شويه كده، يعني وسع مخك شويه. اختلاف بين العلماء، هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصوم يوم عرفه، يصوم يوم عاشوراء قبل الهجره ولا بعد الهجره؟ في اختلاف. في اختلاف. ناس بتقول كان صيامه قبل الهجره، كان بيصومه قبل الهجره. حديث عن السيده عائشه بتقول ان يوم عاشوراء ده كانت بتصومه قريش قبل الهجره. كان بيصوم يوم عاشوراء قبل الهجره. ليه كان قريش كانت بتصوم ليه دكتوره سوزان؟ يقال ان هم كانوا اذنبوا ذنب في الجاهليه، فقالوا لهم لو عاوزين ربنا يغفر لكم الذنب ده صوموا يوم عاشوراء كل سنه. فكانت قريش بتصوموا في الجاهليه وعاشوراء، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم بيصوموا معاهم. مش هم كانوا بيطلعوا يحجوا قبل الاسلام؟ وهو كان بيطلع يحج معاهم، الرسول كان بيصوم معاهم. فطبقا للحديث ده الراي قال ايه؟ قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصوموا قبل الايه؟ قبل الهجره. كويس. في حديث ثانيه ناس قالت الراي الثاني بقى، قالت ايه بقى؟ والحديث ده بقى خلي بالك رواه الشيخان، يعني الحديث متفق عليه. عايش الحديث الثاني كان يصوم عاشوراء قبل هجرته من مكه الى المدينه اتباعا لقريش في صيام هذا اليوم في الجاهليه، رواه شيخ، يعني الحديث متفق عليه صحيح. اصل الخطوره بقى ليه بقى هنا؟ الخطوره في ايه بقى؟ الناس اللي جايه بتصطاد في الميه العكره بقى. بصي بقى، في حديث، في راي ثاني بيقول لك ايه بقى؟ حديث ابن عباس بيقول لك ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما جه المدينه راى اليهود يصومون عاشوراء، فقال لهم ما هذا الذي تصومون؟ فقالوا هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، فصامه النبي وامر اصحابه وامر بصيامه حتى فرض صيام رمضان، فبقى صيام يوم عاشوراء مندوبا. الحديث ده برضه رواه الشيخان. الشيخان اللي هم مين؟ الشيخان يساوي البخاري ومسلم، اللي مش عارف. الله، شوفي بقى الناس بتصطاد في الميه العكر. ايه ده بقى؟ يبقى هو صامه قبل الهجره ولا بعد الهجره؟ اتفقوا على حاجه، لا البخاري بايه؟ بيعارض نفسه. مره يقول صامه قبله ومره يقول صامه بعده. لا لا لا، يبقى السنه كده متضاربه، ما ناخدهاش، الكلام ده بيتقال. الكلام ده بيتقال دلوقتي. شوفي بقى العلماء اللي على الحياد اللي نيتهم كويسه، ها؟ فسروا ده ايه؟ مفيش تعارض ومفيش حاجه. بصي الرد بقى اللي انا كاتباهولك بقى. ردوا على الكلام ده ايه؟ يعني كان قبل الهجره ولا بعد الهجره؟ بصي الرد بقى. للتوفيق بين الرايين. مش في راي يقول لك قبل وراي ثاني يقول لك بعد؟ التوفيق بين الرايين، لا مانع من ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم قبل الهجره مع قريش. لمتابعتي في الخير كمتابعتي لقريش في اداء الحج قبل البعثه، صح يا اولاد؟ وعندما هاجر الى المدينه وجد اليهود يصومونه فظل يصوم هو واصحابه حتى فرض صيام رمضان. تمشي ولا ما تمشيش؟ ايه المانع يعني؟ لكن الناس بقى اللي عاوزه ايه بقى؟ عاوزه تطعن في البخاري، وعاوزه تطعن في اللي في صحيح مسلم وفي كتب السنه، صح؟ ما هم القران مش قادرين ايه؟ يطعنوا فيه، مش كده؟ يبقى يطعنوا فين بقى؟ يعني الاسلام قائم على ايه؟ قران وسنه، صح؟ قران مش قادرين يتحركوا يطحنوا فيه. ف
فيلعبوا فين بقى؟ طبعا دلوقتي الضرب كله دلوقتي على فين بقى؟ التشكيك في السنه. لان اصل السنه دي احاديث ضعيفه ومش عرفنا ومش عارفه ايه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. صيام عاشوراء ثلاث مراتب على ثلاث درجات. المرتبه الاولى صيام ايام التاسع والعاشر والحادي عشر من المحرم، يعني في ناس تصوم تسعه. السنه عاشوراء من ايه؟ من عشره، افهمي. السنه العشره، كويس؟ لكن هتلاقي في ناس بتصوم تسعه وعشره و11، وناس بتصوم تسعه وعشره، وناس بتصوم ايه؟ عشره بس. يبقى في ثلاث ايه؟ درجات. مين فيهم الصح؟ الثلاثه صح. مين فيهم الاحسن؟ محدش يقدر يقول. الاحسن يعني اللي اتقبل. افهموا، مش محدش يضحك عليكم. مين فيهم الاحسن؟ اللي انت قادر عليه. صح؟ يعني صوم 9 10 و11 وصوم 9 9 و10 ولا صوم 10 بس؟ اللي انت قادر عليه. اللي انت قادر عليه تقدري عليه. كله حلو، المهم ربنا يقبل. صح؟ يبقى الثلاثه صح. اللي بتصوم ثلاثه تيجي اللي بتصوم اثنين تحاول تبين لها انها ايه؟ انها احسن. واللي بتصوم اثنين تحاول تبين لها انه ايه؟ تبين للي بتصوم واحد ان ايه؟ مش ده اللي بيحصل؟ اللي بتعمل كده غلبانه. اما واحده بتحاول تشككك يعني وتبين لك بقى انه احسن تصومي يومين واحسن انك تصومي ثلاثه واحسن مش عارفه ايه واحسن ما اعرفش ايه، تبقى تصعب عليكي. اتعلمي ازاي توزني الناس. اتعلمي. مش مهم بالكتره، المهم ربنا قبل ايه. المرتبة الأولى فقلنا صيام الثلاثة دول، المرتبة الثانية صيام أيام التاسع والعاشر من المحرم. قيل النبي صلى الله عليه وسلم عندما صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا يوم التاسع، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي النبي. فالرسول هو كان عاوز يصومه فبيصوم 19 كده. خلاص؟ لما في رأي بيقول كده. والحديث رواه الشيخان. يعني هو ما صامش تسعه، هو كان ناوي يصوم تسعه، فقال لك عشان هو كان ناوي يبقى احنا نصوم زيه. في راي ثاني صيام يوم العاشر من محرم فقط، لان النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم العاشر من محرم. وتيجي بقى اللي بتصوم يوم واحد وشايفاك انت بتصوم ثلاثه، هي متغاظه. ها؟ متغاظه. او شايف واحده بتصوم يومين. تقول لك السنه انه ايه؟ انك تصوم يوم واحد. الثاني ده بدعه. هو ما صامش. هو ما صامش. الحديث ايوه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء ويامر بصيامه، الحديث ده رواه الشيخان في البخاري ومسلم، لكن الحديث صيام 9 و10 و11 ده رواه احمد يمكن درجه اقل شويه. بس هي عشان متغاظه انك ايه؟ بتصومي ثلاثه وهي مش عاوزه تصوم ثلاثه او بتصوم واحد، تقول لك السنه انك تصومي واحد. الثاني ده بدعه، هتلاقوا ناس كده، صح؟ بتحاول ايه؟ تشككك. ربنا يهدي الجميع. يوم عاشوراء من الايام اللي سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان يوسع ان المسلمين يوسعوا على اهاليهم. يعني يعملوا اكل كتير، يوسعوا، يعملوا حاجه حلوه. طبعا احنا ايه؟ طبعا المصريين بالذات في الحاجات دي ذات صولات وغولات يعني.